السلام عليكم شمسين، النهارده عايزين نجرب البرنامج بتاعنا في ان احنا نصمم عليه الخزانات. الحمد لله البرنامج ده قادر ان هو يصمم حاجات كتير، برنامج ايجيبشن كونكريت كود. فاحنا هنفتح البرنامج ونشوف كده. دي امثله من ورق دكتور عز الدين مصطفى في هندسه عين شمس. عايزين نجرب كده طبعا افضل ورق للخزانات انا شفته، فعايزين نجرب كده هل نتائج البرنامج هتتفق مع الحل المانيوال ولا نتائج البرنامج فيها اختلاف عن الحل المانيوال. تعالى كده نشوف تصميم السكشن اللي قدام سيادتك ده. عندك سكشن الام ووركينج بتاعته ب 45 والتي ووركينج ب 72 ونص والبي ب 1000 ملي متر. تعالى كده نبص مع بعض. لو انا جيت فتحت البرنامج ضغطت اوف لاين ورحت اصمم الخزان، طيب تعالى كده نحط البيانات الاساسيه. فاول حاجه مديها لي ان الاف سي يو بتاعتك كانت بكام. لو جينا بصينا كده اثناء الحل الاف سي يو ب 5 و20، فهكتب ان الاف سي يو ب 25. اما الاف يلد عندك اختيارين، يا اما تختار ال 350 او ال 400، فانا اخترت ال 400 ميجا باسكال. بعد كده عايز الام وركينج. طيب الام وركينج ده اللي هو الجيفن اللي كان مديهولي كان ب 45 كيلو نيوتن، خلي بالنا من الوحدات 45 كيلو نيوتن. بعد كده عايز النورمال فورس. طب النورمال فورس اللي كان مديها لي 72 ونص، فقمت كاتب هنا 72 ونص. نركز بقى جدا في القصه دي. هنا في اختيارين، تنشن وكمبريشن. تنشن ده لو هو ووتر سايد سيكشن، وكمبريشن لو هو اير سايد سيكشن. فانا اخترت تنشن عشان هو كده كان كاتب لي هنا كده يا باشمهندس ان ده ووتر سايد سيكشن. ووتر سايد سيكشن اختار على طول تنشن، اير سايد سيكشن اختار على طول كومبريشن. والارقام بتاعت النورمال فورس والارقام بتاعت المومنت الاثنين بندخلهم موجب. اما حكايه ووتر سيكشن او اير سيكشن بنحددها زي ما قلت لك، لو كان ووتر سيكشن نختار تنشن، لو كان اير سيكشن نختار كومبريشن. طيب هو هنا اخد التي السمك يعني 450، فتعالى كده ادي البي ب 1000 وادي التي ب 450 ملي متر، تمام. والتسليح انا هستخدم مثلا وليكن فاي 16، قلت له كالكليت طلع ان التسليح بتاعي 6 فاي 16. زي ما انت شايف البرنامج بيقدر لوحده يحسب البيتا سي ار. فانت لو بصيت هنا كده ونزلت تحت نشوف الحل بتاع دكتور عز الدين، هتلاقي ان هو اخد البيتا سي ار برضه ب 75 لانها معتمده على القطر اللي هو الفاي 16. وكمان يا باشمهندس طلع التسليح معاه 5 فاي 16، واحنا مطلعين التسليح تقريبا 6 فاي 16، وده فرق بسيط قوي نتيجه بس الاختلاف بتاع الاف يلد اللي هو هنا مكتوب 360 وعندنا مكتوب 400. اختلافات في الحسابات بسيطه جدا جدا جدا، فمطلعه تقريبا نفس الناتج، مفيش فيه اي مشاكل، 5 فاي 16 وهناك في البرنامج 6 فاي 16. وده بيثبت اتفاق البرنامج الكامل مع الحل المانيوال. البرنامج ده بيحل شبه المانيوال بالظبط، لان شيتات الاكسل اللي عملتها عشان يعتمد عليها البرنامج كلها معتمده بالكامل على الحل المانيوال. طب تعال نشوف حاجه ثانيه، نشوف سيكشن ثاني عشان نبقى برضه جربنا السيكشن الثاني ده. اير سايد سيكشن 27 ونص و45، هنكتب هنا في البرنامج 27 ونص، وهنا او هنا كده لحظه واحده المومنت بكام 27 ونص، والنورمال فورس ب 45. النورمال فورس ب 45. طب تنشن ولا كومبريشن؟ اه ده اير سايد سيكشن، يبقى انا اكتب هنا كومبريشن. طب والتي بتاعتي اخدها بكام؟ لقيت ان هو كده وهو في الحسابات بتاعته اخد التي بكام، قايل لك التي خدها ب 250. طب احنا كمان التي ب 250، لو انا قلت له كالكليت هيطلع 4 فاي 16. طب لو استخدمت فاي 12 وقلت له كالكليت فطلع معايا هنا التسليح 6 فاي 12 والبيتا سي ار بتاعتي ب 83. فلو جينا بصينا هنا كده هتلاقي ان التسليح زي ما حضرتك شايف كده واخد هنا التسليح طالع معاه 7 فاي 12، 7 فاي 12 و6 فاي 12. زي ما انت شايف كده الفروقات يعني بسيطة جدا 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 ما بين الحل المانيوال والحل هنا في البرنامج، وده زي ما قلت لك بسبب اختلافات بسيطة في الفروض، ولكن الحل مطابق تقريبا بنسبة 90 او 99% من الحل المانيوال. فالبرنامج قدامك تقدر تجربه على اكتر من سيكشن، تقدر تجربه على اكتر من حاجة. انا بس عايز ادي الناس ثقة في البرنامج ان البرنامج الحمد لله شغال صح وما فيهوش اي مشاكل، عشان كده بكرر لكم دايما النتائج بالنتائج المانيوال بتاعته. بالمناسبه كمان اللي هي البيتا سي ار دي، انت لو دخلت عليها هنا كده وبصيت هتلاقي ان البيتا سي ار للفاي 12
تمام. ده في الكود الجديد البيتا سي ار للفاي 12 بتتاخد يا اما ب 83 يا اما ب 93، وهتلاقينا احنا هنا واخدينها بكام؟ لا اما فعلا ب 83 او ب 93، لكن هنا في الحل كانت البيتا سي ار واخدينها ب 1، وده فرق الحل، ده فرق السيخ اللي طلع معانا، وبالتالي البرنامج نتائجه صح جدا ما فيهاش اي مشاكل باذن الله. يا ريت الناس تتسطب البرنامج وتنزله وتشوف الامكانيات اللي فيه، البرنامج بيقدر يحل حاجات كتير جدا. يا ريت الفيديو يكون عجبكم، كده احنا جربنا البرنامج في تصميم كذا عنصر منهم الخزانات، تقدر تعتمد عليه في تصميم اي خزان عندك ايا كان شكله ايه. زي ما اتفقنا هتسطب بس البرنامج وتنزل الحاجات اللي فيه. لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل سبسكرايب للقناة عشان ننزل بقية الفيديوهات، لان الدعم ده هو اللي بيخلينا نكمل، لان الموضوع فعلا بياخد وقت ومجهود وتجهيز للحاجات. فبإذن الله بدعمكم وباستمرار الناس تستخدم البرنامج ونحس ان البرنامج فعلا مفيد لكل الناس، ننزل حاجات تانية بإذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.